تتصاعد حدة المواقف الأوروبية طرداً مع تزايد الاعتداءات التركية ضد قبرص واليونان وباقي دول حوض المتوسط. فتمركز القطع البحرية والطائرات المقاتلة شرق المتوسط يعلن تخلي الأوروبيين عن سياسة الموادعة والاستيعاب والبدء بتحركات فعلية للجم النزعة التوسعية التركية وإفهام أردوغان أن اليونان ليست وحدها. السياسة التوسعية لأردوغان تتعارض مع المصالح الأوروبية وتشكل عاملاً لزعزعة الاستقرار، ويجب مواجهته بحسب تصريح الرئيس الفرنسي لمجلة باريس ماتش. ولعل تسليم ملف المواجهة لفرنسا تحديداً يؤكد عزم الاتحاد الأوروبي وضع حد للأطماع الأردوغانية وأوهام التفوق والسيطرة العسكرية التي يمارسها عبر الاستعراضات المراهقة شرق المتوسط. فبين فرنسا وتركيا ملف سياسي لم يغلق بعد، كما أن لها مصالح اقتصادية حيوية تريد الحفاظ عليها. سياسياً، يرى الرئيس الفرنسي أن السكوت عن الاستفزازات التركية لليونان يعتبر تهديداً للأمن القومي الأوروبي برمته، خصوصاً بعد تجاهل العبث الأردوغاني في شمال أفريقيا، حيث عبر الغزو التركي لليبيا ودعم الإرهابيين في مالي عن نواياه الحقيقية تجاه قبرص واليونان، وهو ما لا يرغب الأوروبيون بتكراره على أراضيهم. إضافة إلى أن لجم الأتراك حول قبرص واليونان سيلغي أي قيمة فعلية لمعاهدة ترسيم الحدود التي وقعها أردوغان مع السراج. Ne peut construire une paix durable sans nous. Nous ne pouvons accepter que notre avenir soit construit par d'autres puissances. La zone méditerranée sera le défi des prochaines années, tant les facteurs de crise qui s'y conjuguent sont nombreux. Contestation des zones maritimes, affrontements entre pays riverains, déstabilisation de la Libye, migration, trafic, accès aux ressources. اقتصادياً، يرغب الأوروبيون وفرنسا على وجه الخصوص في حماية مصالحهم الاقتصادية المتمثلة بتأمين احتياجات أوروبا من غاز المتوسط وتقليل الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي والحفاظ على مصالح شركاتها العاملة في التنقيب بعد أن حصلت شركة توتال الفرنسية في سبتمبر عام 2019 على تراخيص للعمل قبالة سواحل قبرص. لهذه الأسباب ولغيرها، يرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تعزيز وجود فرنسا العسكري شرق المتوسط بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، فالاستمرار بتجاهل القرارات الأحادية لتركيا لن يردع أردوغان عن غيه، والبوارج الحربية وطائرات المقاتلة أكثر إقناعاً وأبلغ ردعاً من الدبلوماسية العاجزة التي لا يؤمن بها ماكرون.